انا كانت عندي واحد القناه غير واقفه، كنقول مع راسي كيفاش غادي نبدا نحركها، وكنت سنوات وانا كنقول خصني نحط فيها محتوى جيد يعني يتناسب مع التطلعات ديال الجمهور الكريم اللي كنحبو وكنكليه كل احترام وتقدير. فبديت طبعا ببعض الفيديوهات في القناه ديالي، وبديت بعض الفيديوهات في الحساب ديالي على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. كنت واحد العدد ديال المواضيع في السياسه، في الاقتصاد، في واحد العدد ديال الاشياء اللي انا كنتقد فيها بعض الظواهر اللي هي كاينه متواجده. فمن بين بغيت نقلب شويه هذا، فدخلت لبعض السلوكات وبعض الظواهر اللي بدات كتبان ليا فيها نوع من الميوعه. كيفاش الميوعه على الفتره؟ كاين شي حوايج كتميع العماريه، حنا ولينا كنشوفها بشكل مايع، يعني ما خلاوش لهذيك الهيبه ديالها، ما خلاوش لهذيك الطقوس دي، ما خلوناش نتخيلوها دائما نشوفوها في واحد الطقس اللي هو ديال العرس ديال العروسه ديال، يعني ما خلوناش نشوفوها بهذا الشكل هذا. كنشوفوا العماريه في كل شيء، ولينا كنشوفوا العماريه في كل شيء. فكان هذا الفيديو ديالي عادي، انا بالنسبه لي راه عادي، الا ان بعض الناس اللي كيصطادوا كيف كيقولوا في الماء العاكر ما اولوا شي تاويلات زعما طريقه ديال الاحتفال. كتعجبك لاله فاطمه اللي كاين الان؟ من حق كل واحد يفرح بوليداته بنفسه بعائلته، هذا مع مراعاه دائما مراعاه مشاعر الاخرين. كاين شي حوايج لا بحال مثلا اللي كنعرف على العرس، سواء عند العامه سواء عند الناس الكبار، فيما اللي كنعرف على العرس هو اننا كنحيو كنديروا واحد الطقوس، وكنديروا واحد نخليو واحد الذكرى كنحتفظوا بها لنفوسنا والعائلاتنا، صور فيديوهات خاصه ديالنا، وما كنستفزوش بها مشاعر هذاك الانسان الفقير اللي ما عندوش باش يجي يدير لبنته العرس وبديك الطقوس وبديك العماريه وبديك التيجان وبديك البهرجه وبديك شي، يعني كنراعيو فيها مش راه بغيت ندير حفله لوليداتي، انا وليداتي كلهم زوجتهم، ولكن ما كانش هادشي، راه درنا طقوس زوينه وكذا ولكن ما كانش هادشي كله. ونشوفوا حياتك في اليوتيوب ونشوفوا الاسبوع ديال بنتك الاخرى والعرس ديال، لا ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حتى شي معنى. خاصه بيه يحتفظ بصور بفيديوهات، حقو هذاك شغلو، لان الانسان تيبغي يوصل لواحد السن ديال 50 عام ولا 60 عام ولا 40 عام ويشوف وليداتو حتى هو الحفل ديال موباه كيف داز، عادي جدا ما كاينش مشكل، من حق اي واحد يحتفل. ولكن الا كنا غنديروا عرس وعندنا جيراننا جيعانين راه عيب، خص يكونوا هما الاولين حاضرين. الا كانت الموت في الدرب ما يكونش العرس، حنا في هذه الظرفيه الصعبه جدا، يعني من كورونا لدابا كاين واحد العداد ديال المشاريع وقفات، كاين واحد العداد ديال الناس مراد، كاين واحد العداد ديال الناس ما لاقينش العمل، كاين واحد العدد كبير ديال الناس كتموت بالجوع، كاين عداد ديال العيالات اللي خلقوا مشاكل، خلقت عندهم مشاكل مع الازواج ديالهم، كاين الاسر اللي تشتتات. علاش؟ لان التاثير السلبي بهاد اليوتيوبر ذات، لا التأثير السلبي، أنا ما كان لوحش اللومة، الله يكون في العون ديال كل واحد. أنا كنقول واحد الحاجة، ندير واحد الحفلة ديالي، هذا اليوتيوبر مازال نقولها ندير واحد الحفلة ديالها، ولكن تراعي مشاعر الفقراء، تراعي مشاعر المساكين، تراعي مشاعر هذوك الناشئة صغار اللي جايين، يعني شي حوايج اللي فيها شوية ولا فيها شوية ديال استعراض الإمكانيات ديالك حشومها. واخا لاله فاطمه هاد المؤثر اللي هي اسماء بيوتي خرجت بفيديو مباشره من بعد الفيديو ديالك، وبعد ما تم الربط الجواب ديالك بحفل البلوغ والتعليق ديالك على المهرجان والبهرجه في وقالت على انه انت فنانه كبيره في العمر ما غاديش تجاوبك. واش كتعرفي اسماء بيوتي؟ شكرا ليها، مزيان انا كبيره في العمر عادي جدا، ولكن اقسم لك بالله واصدقك القول، اقسم بالله ما تنعرفها ولا عمرني شفتها، لانني ما كنتبعش على داك الشيء، يعني عندي اهتمامات اخرى. قصدت شي حد وما تكلمتش بالاسم على شي حد،
كنهضر بصفه عامه. انا كان قلت شعار هادشي راه قلت غادي للمارشي طلعي العماريه تخاصمتي مع جارتك كدير العماريه درت يعني علاش ما بلاتي قلت واحد في واحد الفيديو الا ولدك مثلا سرط 10 خليه يسرط وخليه يسرط راه سرطوا الملاير. ايوا يجيني شي وحده ولدها صارت 10 وتقول لي راه دويتي عليا. انا كندير واحد النوع من الابداع هكاك صادف انه كان حقيقه في مساله راه هي عبرات. انا شنو تقولي اليوم الاسماء بيوسي؟ اش غنقول ليها؟ غنقول لها لا رانا ما قصدتكش بنتي والله يعاونك وسيري تخدمي على راسك. انا ما قصدتكش هادشي اللي غنقول لها. انا انا ما شفتها حتى جاوبات. قالوا لي راه جاوبتك واحد السيده اش كاين واش كاين. قلت لهم ودي انا ما قاصده حتى شي واحد عادي والله. ديك العماريه عرسك درتي فيه العماريه لالا فاطمه؟ كاين في عرسك العماريه؟ اه درنا واحد العماريه انا وشهاب طلعنا عليها ونقزنا تاعينا حتى طلعتي العماريه. نصيحتك لهاد المؤثرات ولا المؤثرين عامه رجال ولا نساء وكياثروا بهذه الطريقه وكيقدموا هذا المحتوى شنو تقول لهم انت؟ نصيحتي كنقولها فنيا ولا كانوا ما كيتقبلوش هذا الفن. الفن راه هو هذا الهدف. الهدف من الفن هو اننا نوجه رسائل لشي ناس قلب على شي حاجه اللي هي غيستافدوا منها الناس ماشي اللي غادي نستفز بها مشاعر الناس. هذا هو اللي نقول. انا ما 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 ما, ما خطأت في حق حتى شي واحد باش نعتذر لشي حد. ما يعني للاسف انني ما غاديش نعتذر لتش حد لانني ما قصدت شي حد. هذا هو اللي كاين. لالا فاطمه كلمه اخيره للجمهور الكريم. كلمه اللي بغيت نقول ونتمنى ما تكونش هي الاخيره للجمهور الكريم العريض اللي جمهور ديال المغاربه كاملين وديال الفنانه كاملين. وانه اش غادي نقول لك؟ كاينه محتويات اللي هي جيده يتبعوها وكاين اعمال فنيه نتا في القناه ديالك. في القناه ديالي ان شاء الله انا هادشي درت باش نكون في القناه ديالي نقدم واحد العدد ديال الاعمال على الاقل نرفه فعل الناس ان يضحكوا يتمتعوا معنا يشوفوا مواضيع مهمه. يعني محتوى هادف. محتوى مزيان. اشوف المحتويات تختلف يعني ماشي بالضروره دائما حنا انا نقصد بالهدف هو انه يكون في المستوى. يكون في المستوى ويضحك الناس ومن تقاليدنا ومن عاداتنا ومن قضايانا اللي كنعيشوها من الواقع ديالنا المعاش اللي كنعيشوه. وهادشي اللي بغيت نقول لك. كاينه القناه ديالي راه ان شاء الله انا كنوجد باش تكون واحد العدد ديال لي سكتش عبر هاي. نتمنى نكون عند حسن التطلع ديال الناس كلهم. وانا عاود كنكرر بانني لم اقصد اي